السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم على وكالتكم العقارية أجونس إيموبيلي الرضا. العرض ديال اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم هو واحد فيلا في بليزونس، حي من أرقى الأحياء في مدينة مكناس. فيلا مكونة من ثلاثة المستويات على أرض كبيرة بالضخامة والعظمة، سومي فيني. للتواصل معنا والاستفسار مرحبا بكم على الرقم ديالنا 0661 24 98 72. لا تزابيوش. السلام عليكم متابعينا الكرام، عدنا اليكم مره اخرى، والعرض ديال اليوم فيلا في بليزونس من ارقى الاحياء بمدينه مكناس. الوغ البنايه كاينه 1100 متر مبنيه على 2600 متر ديال الارض. هذه لا ريسبسيون، واحد الفيلا جميله تبارك الله، رائعه روعه، راها سومي فيني. مازال خصها الكماله ديال لي جاردان، مازال خصها السانيتير، مازال خصها شي دروج اللي غيطلعوا لا سويت بارونتال، ومازال خصها الصباغه فيلا تقريبا كامله. صاحب المشروع تيقول لك مازال 50 مليون باش تكمل. اللي بغاها هكا في هذه الحاله ديالها ويزيد الدوق ديالو الصباغه ديالو، ثمن 850 مليون. اللي بغاها كامله ناضيه مكموله 900 مليون، ثمن جد معقول بالمقارنه مع هذا البني اللي كاين في هذا الفيلا تبارك الله، وهذا المنظر الجميل. الوغ كما كتلاحظوا عندنا واحد الاطلاله جميله جدا على جبال مقدمه الريف، جبال زرهون. غادي نخرجوا لها من بعد ما نساليو مع لا ريسبسيون. الوغ كما لاحظتوا لا ريسبسيون كبيره تبارك الله، فيها هاد لا شوميني عاطيه منظر جميل. والاجمل من هذا هما هاد لي بورت فونات ضاربين من الارض حتى السقف. يا سلام يا سلام، هاد النوعيه ديال الجاج ستار ديب، يعني الجاجه تترتق ولكن ما كتهرش ما كطيحش، تتشق وتتبقى في بلاصتها. هادشي كيسوى الفلوس. راه الناس اللي باني الفيلا تبارك الله عليهم لظروف ما هاجروا مدينه مكناس وبقات الفيلا للبيع، دونك مبنيه على اليد، الناس راهم فنانه وضواقه. هنا هاد الدروج تيطلعوا لواحد لي دو شومبر الفوق، شومبر بارونتال، غادي نرجعوا لهم من بعد ان شاء الله. هنا عندنا لا كليماتيزاسيون سونتراليزي كما كتشوفوا، لاكان ديال 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 لاكليم الفوق في البلافون. لا في روعه تبارك الله، بانوراميك. يا سلام، في الشتاء وانت جالس في وسط الفيلا ديالك وعندك المنظر الجميل. غادي نخرجوا للجرده من بعد ان شاء الله. الوغ هنا عندنا هذا اللي في الشوكه، راه سال دو بان ديال لا ريسبسيون. مازال كيما قلت لكم السانيتير مازال ما راكبش. صباره كيما قلنا لكم 1100 متر اللي مبنيه، لا كاف ما كبيرش بزاف، ولكن لا ريسبسيون كبيره تبارك الله، ولي شومبر. هذه الدخله دوزيام اونتري، يعني لونتري سكوندير اللي كتدخل على فوق، كتهبطك لاكاف وكتدورك لابيسين وكتدخلك ديريكتومون لا كويزين. كويزين الوغ عندنا هنا الدروج اللي كيطلعوا لي شومبر، وعندنا هنا الدروج اللي كيهبطوا لاكاف. هذه هي لا كويزين، العظمة تبارك الله، مازال ما ركبتش. كاين توت لي انستالاسيون نيسيسير، الضو الاكليراج عاطي مزيان، المنظر جميل، منظر جميل تبارك الله. غادي نعاودو نرجعو لديك الجردة من بعد. الوغ هنا في هاد لا فيلا عندنا 8 ديال لي شومبر، 8 ديال لي سال دو بان، وعندنا الصونا في لاكاف كاينه الصونا. الوغ لي صالون عندنا لا ريسبسيون، ابار لا ريسبسيون عندنا هاد لو صالون هذا او لا ان سيجور. الفيلا كلها تبارك الله عندها إطلالة على الطبيعة، وكلها أي شومبر أي صالون عندو بوغت فونيتر كتخرجك ديريكتومون لافي على لابيسين. الحياة الجميلة والهادئة، الطبيعة تبارك الله. غادي نعاودو نرجعو من هاد السيجور ديالنا. شوف العظمة تبارك الله، شوف التواسع،
صالون بمعنى الكلمة في 8 متر على 8 متر مربع ديال 64 متر. هنا في الجنب ديالو كاين اون شومبر دي زانفيتي، اون شومبر كبيرة تبارك الله وضاوية، حتى هي عندها خرجة على لابيسين بالدريسينغ ديالها صال دو بان ديالها. هذا الدريسينغ هذا كله غيتغلف في الخشب، وهنا كاين لا صال دو بان مازال ما كاملاش، وحتى هاد لا شومبر عندها خرجة على لابيسين. يا سلام سلم، لابيسين جميل جدا. غادي نعاودو نرجعو ليه حتى هو ان شاء الله من بعد ما نساليو البني الداخلاني. غادي نطلعو دابا للفوق لي شومبر كاملين، كاين لي شومبر ديال بارونتال وكاين لي شومبر دونفون. الدروج راه بالرخام، الدراج يعني الارض كلها رخام الكري من احسن ما كاين. الوغ هنا اون سورت دابارتومون شومبر ابارتومون، كاينين ثلاثة ديال لي شومبر انديبوندونت. الوغ هادي الاولى، الوغ شوفو تبارك الله لي فونيتر قداش مع لا بورت فونيتر، هادي راها اون بورت فونيتر. نعتبر الدور هنا كاينش، ما قدرنا نجهدنا باش طلعنا دوك لي ريدو. هنا كاين سال دو بان، وهذا دريسينغ حتى هو يتغلف بالخشب. هنا كاينه اون دوزيام شومبر، منظر طبيعي خلاب 100% صيف وشتا. عندك الخضرة قدامك، واحد البانو فابور من عطاء من عند الله سبحانه وتعالى. هنا غيكون الخشب في هاد الدريسينغ ديال لا شومبر الثانية. هادي لا فيو ديال لا شومبر الثانية، جنة تحت الأرض تبارك الله ما شاء الله. اللهم يسر ولا تعسر، مقدمة جبال الريف. من هاد لا شومبر هادي عندهم انتراس كومين مع هاد ان تروازيام شومبر، هي هاديك هادوك لي سويت بارونتال. وعندك هنا فيو على لا بيسين. هادي لا شومبر رقم 3 في هاد لابارتمون، هاديك هي الباب منين دخلنا لا شومبر. دونك هنا حتى هادي عندها صال دو بان ديالها، وعندها دريسينغ اللي غيتغلف بالخشب ان شاء الله. عندها لا فيو حتى هي غزاله تبارك الله، عاطيه على لابيسين، عاطيه على الطبيعه الخلابه. الوغ هاد حنا سالينا مع هاد سويت ابارتمون، فيها 3 شومبر البورتاي ديالهم. عندنا هنا الشومبر الرابعة، كلشي ضاوي، كلشي شاج بكبار تبارك الله، الجاج كلو ستار ديب انكاسابل، ما تيتفرتش تيتهلس تيبقى في بلاصتو. هنا غادي يكون ليز اينوكس غارد كور مع الحافه ديال هذا البني. هذا شرج كبير تبارك الله، هنا اون تيت ريسبسيون سو فورم ديال ال. دونك البلان هو هذا، هذاك لو كولوار منين جينا، هنا اون تيت ريسبسيون، هادي دوايا، وهنا كاين دو شومبر بارونتال. هادو هما الدرجات اللي قبيله قلت لكم ترجعوا لهم طالعين من لا ريسبسيون، تيتغلفوا بالرخام شي حاجه سبيسيال شي قوي. الوغ هادي لا شومبر بارونتال، عظامة على عظامة بوحديتها، فيها 50 متر. الوغ هذا الحمام ديالها،
une cuisine plutôt qui tient net la chambre parentale. Voilà, هذا كله dressing كله عظمة على عظمة. هذا الدريسينغ ديال لا شومبر بارونتال. لا شومبر بارونتال حتى هي عندها اطلاله جميله جدا على المنظر الطبيعي وعندها اون بورت فينيتر كتطلع على لا بيسين. على طبيعة الخلابة جميلة جدا هذه الفيلا والله روعة من أروع. لفت تمركز مكان ديالها جيوغرافيك لا من الباتيمون كونستركسيون. للعلم أن الفيلا راه دايرة بواحد المير دو كلوتير حتى نهبطو نشوفوه أن فوال شي حاجة مجهدة. غادي نهبطو لاكاف ونكملو معاكم لا فيديو ديالنا قبل ما نديرو النهاية. هاد لي ريدو راهم سبيسيال، سو سون دي ريدو سيكوريزي. الوغ بغينا نوريوكم هنا الدخلة ديال من الباب ديال الفيلا. كتدخل كتمشي لو جاردان أولا كتهبط لاكاف، وكاين الدروج اللي كيهبطوا لاكاف من داخل الفيلا. لاكاف ما شادش على الفيلا كامله، شاد غير واحد بارتي صغيره ديال واحد 120 متر. دونك في هذا لو صالون اون ريسبسيون، هادي في الصيف كتكون كليماتيزي مبرده وفي الشتا كتكون سخونه. دونك هنا فيها اللي تسمحوا لي ندير الفلاش. الوغ هادي الصونة، الكليسات ديالها، لا ريسبسيون ديالها، صونة بمعنى الكلمة، مازال مكملاتش، دونك راه دايزة فيها لانستالاسيون كاملة ديال السخونية، وهاد الحجر سبيسيال، هاد الزليج سبيسيال صونة. كما كتلاحظوا الوغ هنا كاين ان بيتي بيرو، وهنا كاين واحد لو ديباغا. غادي نطلعو لو جاردان ونكملو معاكم لا فيديو ديالنا ان شاء الله. الوغ كما قلنا لكم كاينين 3 شومبر في الجهه ديال لابارتمون، وكاينه لا شومبر بارونتال كبيره. كاين هنا في لا ريسبسيون كاينه اون شومبر، دونك في المجموع كاين الفوق 4 والتحت وحده هي 5، كلهم بلي سال دو بان ديالهم، كلهم بالدريسينغ ديالهم. كاين لا ريسبسيون الكبيره، كاين لو صالون الكبير اللي حدا كيعطي اطلال على لابيسين هو هذا. دونك متابعينا الكرام وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا، نعطيكم واحد المنظر ديال الفيلا من برا، شوفوا الشكل الهندسي ديالها. هنا كما قلت لكم راه لو جاردان ولا الفيلا كامله طول وعرض دايره بواحد المير دو كلوتور فوال فوال، يعني راه كله اون بيتون ارمي باش ما يمكنش يطرطق ولا يتهرس، لانه راه حاس الثقل ديال هاد الارض كامله مكموله. دونك هذا هو الشكل ديال الفيلا.
غزالة تبارك الله روعة لابيسين ديالها. دونك نعاودو نذكركم بالمعلومات، عندنا فيلا في بليزونس، حي راقي جدا تبارك الله، المساحة المبنية 1100 متر، فيها لاكاف ريد شوسي بروميير ايطاج، سيمي فيني، خصها الصباغة، خصها السانيتير، خصها لي كارد كوخ، ولا شومبر تكنيك ديال لابيسين، خصها لو جاردان. دونك الثمن ديال البيع، المساحة ديال الأرض 2600 متر، الثمن ديال البيع هكا سيمي فيني 850 مليون، اللي بغاها تفينا وتكمل 900 مليون. طبعا كيبقى كلشي قابل للنقاش، واللي مكتبه ليه الله يسهل عليه فيها. الو التواصل معنا للزياره ديال هذه الفيلا ولا شي سؤال مرحبا بكم على 06 61 24 98 72. ما تنساوش ديروا جيم ابوني لاباج ديالنا باش ديما يوصلكم الجديد. السلام عليكم والله يعاونكم.